اهلا وسهلا بكل يلي عم بيحضرونا بهالاثناء من خلال شاشه ال بي سي اي، وطبعا كل يلي ناطرين سحب 1900 من اللوتو اللبناني. بذكركم انه نحن رجعنا لتوقيتنا المعتاد، يعني بتمام الساعه 7:30 مباشره من خلال ال بي سي اي رجع اللوتو اللبناني كل اثنين وخميس. قبل ما نبلش بدي اعيدكم جميعا، ان شاء الله عيدكم مبارك وعقبال كل سنه يا رب بالخير والبركة وراحة البال والبحبوحة. بعرف انه كلكم عم بتفتشوا على البحبوحة، هون البحبوحة باللوتو اللبناني. الليلة الجوائز يلي كلكم عم تحلموا فيها على الشكل التالي، منبلش مع المرتبة الأولى يلي قيمتها حوالي 1.43 مليار كاش. المرتبة الثانية ما فيها تراكم لأنه أكيد انربحت سحب الماضي. الليلة تقديريا بتكون حوالي 150 مليار كاش، وطبعا في حال انربحت ويا رب تنربح بنعرف على قد المبلغ قد بيكون. وبالنسبة لزيد الليلة قيمة زيد حوالي 32 مليار كاش. بالتوفيق للجميع. قبل ما ننتقل أنا وياكم ونتابع السحب، بدنا نقول ونرحب بعضو لجنة الرقابة ومندوبة وزارة المالية على أعمال وسحبات اللوتو. الليلة موجودة معنا مدام كريستال نعم طلع، أهلا وسهلا فيك معنا الليلة. حضرتك رح تشرفي لنا على السحبين. منبلش مع اللوتو. إذا إلى ما كانت اللوتو وطبيت ال 42 يلي هلا مثل ما شايفين صاروا بقلب المكنة رح ينخلطوا قدامكم على الشاشة، ومن بعدها المكنة أو الكمبيوتر بيختار 6 طبات أساسية للمرتبة الأولى والطبة السابعة الإضافية إلا المرتبة الثانية. ثلاثة خمسة ثمانتعش اثناش واو 14 والطب السابعة الإضافية 29 مثل ما لاحظتوا معي طابات الستة الأساسية اليوم طابات واطيين منن عاليين. أكيد مثل ما بتشوفون وراي على الشاشة، يعني أعلى طابة بيناتن رقم 18 3 5 18 12 6 14 والطابة السابعة الإضافية 29. شكرا مخرج توني، شفناه هون بشكل واضح. خذوا وقتكم أنتو لانه اكيد اخذين اكثر من شبكه لحتى يكون في عندكم فرص عاليه بالربح، وللي اخذين زيد هلا صار وقت انا وياكم نشوف شو رح تختار المكنه الرقم الرابح لليله. ثلاثه بانتظار المكنة عن جديد ترجع تقلع. صار في عنا عطل تقني بالمكنة، وعن جديد المكنة عم ترجع تختار الأرقام. عم نرجع نعيد السحب عن جديد من آخر الطابة رقم 5. إذا عن جديد بلشنا 5 7
7 9 5 59,775 هيدا هو الرقم الرابح. إذا بيزيد رح ناخد أنا وياكم بريك صغير، من بعدها بنرجع مع النتائج وإن شاء الله يكون في عنا أكبر. أنا معكم لحتى نتابع سحب اللوتو، سحب رقم 1900 لليلة مباشرة على الهواء من خلال الـ LBCI، ومن بعد ما المكنة اختارت الطابات الأساسية مع طاب السبعة الإضافية صار وقت نتأكد منهم، من بعدها نشوف التابلو ونعلن عن النتائج. إليك مدام كريستيانا مطلع، تفضلي. الأرقام الرابحة لسحب زيد لسحب لوتو 1900 لنهار الخميس 13 أيار 2021 هن 3 5 18 12 6 14 والطابة السابعة الإضافية للمرتبة الثانية 29. شكرا لك. إذا تأكدنا من الأرقام خلونا نشوف التابلو ونشوف أهم شيء إذا ربحت الليلة الجائزة الكبرى أو من ربحت. من ربحت حتى المرتبة الثانية لليلة، من ربحت بالمرتبة الثالثة في عنا 39 شبكة رابحة، وكل شبكة منهم رح تربح حول ١٣٠٠٠ ليرة. ألف مبروك. بالمرتبة الرابعة في عنا 1350 شبكة رابحة، كل شبكة منهم رح تربح حوالي 37,000 ليرة. والمرتبة الخامسة الليلة بتتضمن 18,547 شبكة رابحة، وكل شبكة منهم رح تربح 8,000 ليرة. ألف مبروك للجميع. بعرف أنه كتار الليلة كان عينهم على المرتبة الأولى والمرتبة الثانية، ولكن بطبيعة الحال مثل ما بتعرفوا أنه السحب الجاي رح بيكون عنا جايزة أكبر. خلونا ننتقل أنا وياكم هلأ لزيد نتأكد من الرقم الرابح. إليك مدام كريستال عن جديد. الرقم الرابح لسحب زيد 1900 لنهار الخميس 13 أيار 2021 حمل رقم 59,775. شكرا لإلك. مننتقل أنا وياكم لتابلو زيد، ويا ترى زيد رح يتغير الوضع مع المرتبة الأولى. مثل ما شايفين في عنا ورقة رابحة. ألف مبروك. 32 مليون ليرة. إذا رح تربح المرتبة الأولى، وكل ورقة بتنتهي بالرقم 9775 رح تربح 450,000 ليرة، 775 45,000 ليرة، و 75 بتربح 4,000 ليرة. إذا المرتبة الأولى ليلى ربحت من عن شادي سيل بسور. ألف مبروك لإلكم، وإن شاء الله بتتهنوا فيهم، وما في أحلى من الربح خاصة هلأ على العيد. عيدية كتير حلوة وإن شاء الله يا رب تتهنوا فيها. مدام كريستال، اليوم من ربحت المرتبة الأولى قد بتكون قيمتها سحب الجاي؟ حوالي 1,200,000,000. مليار و200 مليون الأولى، نهار الثاني. نعم. الثاني؟ الثاني حوالي 200 مليون. 200 مليون لأنه فيها تراكم. نعم. وزيد؟ والزيد حتكون أكثر من 35 مليون. شكرا لحضورك معنا. إذا الترين مثل ما سمعتوا على الساعة 7:30 رح بتكون جائزة اللوتو أعلى من الليلة، لكن الليلة ما حلفنا الحظ، في مليار و200 مليون ليرة كاش بانتظاركم. من هاللحظة على 10:20 مساج صغير إما كيو بي أو أرقامكم بيناتهم في سبيس، وتلاقونا التنين. باي باي.